ولهذا السور المكية كلها في هذه العقيدة، كلها في التوحيد. السور المكية، فهذا يدل على أن العقيدة هي الأساس، وأنه لا فائدة من الدعوة إلى الله بدون البداية بالعقيدة. فالذين يدعون إلى الله ولا يبدأون بالعقيدة ولا يهتمون بها، دعوتهم فاشلة ولم تنتج شيئاً. أما الذين دعوا إلى هذه العقيدة ونشروها وبينوها، فهؤلاء هم الذين أفادوا العباد والبلاد. انظروا إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لما تبنى هذه العقيدة ودعا إليها وبينها وقررها وألف فيها، وتلميذه الإمام ابن القيم أيضا لما تلاه على هذا المنهج، وكذلك بقية تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، فإنهم لما بنوا على هذا الأساس وأصلوا دعوتهم عليه نجحت دعوتهم والحمد لله، وأفادت وأثمرت كتباً كثيرةً معلومةً بأيدي المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فهذه العقيدة هي الأساس الذي يبنى عليه سائر الدين وسائر العبادات. فعمل بدون عقيدة هذا عمل ضائع وباطل، ودعوة بدون العقيدة دعوة فاشلة لا ثمرة فيها. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.